إذ قررنا أن نحكي قصة عن عالم الجريمة، بكل تأكيد سيكون المتلقي متأهبا لسماع قضية تتحدث عن جرائم القتل والسرقة والاختطاف، ولكن إذ قلنا أنها قصة رومانسية فلن يصدقنا البعض. نظرا لأن هذا العالم القاسي والشرير، من الصعب أن يمتلك أفراده تلك المشاعر النبيلة، ولكن في حقيقة الأمر نستطيع القول أن الحب هو فطرة إنسانية خلقها الله داخل البشر جميعا حتى وإن كانوا من المجرمين. لذلك ليس بالغريب أن نرصد قصة حب داخل عالم الجريمة، والتي جمعت بين عاشقين من الخارجين عن القانون، وهما بوني وكلايد، اللذان تخصصا في أنشطة السطو المسلح على البنوك والمتاجر في العديد من المدن الأمريكية خلال الثلاثينيات القرن الماضي، وكان مصدر إزعاج مستمر لدى السلطات في الولايات المتحدة. قبل أن أحكي لكم هذه القصة الشيقة، تأكدوا أنكم قد اشتركتم في القناة، واكتبوا لي في التعليقات رأيكم في القصة. إذ بدأنا بأول العاشقين وهي بوني باركر، فقد ولدت في ولاية تكساس للعام 1910 لأسرة فقيرة، حيث كان يعمل والدها في مجال البناء، وتوفي وهي في الرابعة من عمرها، ثم عاشت مع أمها في مدينة دالاس، وكانت مشهورة بأنها طفلة ذكية وتهوى كتابة الشعر. وبعد وصولها لسن 16 تركت المدرسة وتزوجت من زميل لها، إلى أن هذا الزواج لم يستمر طويلا وانفصلت عنه دون الطلاق، وعادت إلى منزل والدتها في دالاس، حيث عملت كنادلة، وكانت طوال الوقت تشعر بالوحدة والنقمة من الحياة. أما ثاني العاشقين وهو كلايد بارو، فقد ولد هو الآخر في تكساس للعام 1909 من أسرة زراعية فقيرة، والتي انتقلت من قريتها لتعيش في مدينة دالاس هي الأخرى، وبدأت مواهبه في السطو والسرقة خلال فترة مراهقته، إلى أن ألقي القبض عليه وهو بعمر 17. ورغم ذلك لم يرتدع واستمر في سرقة الخزائن والسطو على المتاجر حتى دخل السجن وهو بعمر 21 عاما في أبريل للعام 1930، ونجح في الهروب منه، إلى أنه عاد إليه مجددا وبداخله يرتكب أول جريمة قتل له، وكانت لأحد الأشخاص الذي كان مداوما على تعذيبه، ولحسن حظه أفلت من عقوبة القتل بعد أن أعلن أحد أصدقائه المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة بمسؤوليته عن تلك الجريمة. ولمحاولة الهروب من تنفيذ حكم الأشغال الشاقة، تعمد إصابة أحد قدميه حتى أصبح يعرج عليها، وظلت تلك الإصابة ملازمة له حتى وفاته، إلى أنه بسببها أفرج عنه لأسباب صحية. وبعد خروجه تحول إلى شخص آخر، حيث استمر كلايد في سرقاته وسطوه على البنوك والمتاجر، ولكن هذه المرة ليس بغرض اكتساب الشهرة أو ثروة، بل السعي للانتقام من نظام السجون في تكساس بسبب الانتهاكات التي تعرض لها أثناء قضائه مدة عقوبته. وتتعدد الروايات حول أول لقاء جمع بين بوني وكلايد، إلى أن الأكثر ترجيحا أنه حدث في 5 يناير للعام 1930، وكانت بوني تبلغ من العمر في وقتها 19 عاما وكلايد 20 عاما، وكانت بوني في ذلك الوقت بدون عمل، وتقيم في منزل إحدى صديقاتها لمساعدتها نتيجة مرضها. وأثناء وجودها تقابلت مع كلايد الذي كان صديقا لصديقتها، وأتى لزيارتها والإطمئنان عليها، وحينها تلاقت النظرات ووقع الاثنان في غرام بعضهما البعض، حيث أصبحت رفيقته المخلصة التي تشاركه في الجرائم، متخذة عهدا أنها لن تفارقه حتى الموت. وبدأ الثنائي بوني وكلايد جرائم السطو المسلح والقتل، وذاعت شهرتهما في الإعلام الأمريكي، وتصدرت صورهم عناوين الصحف، خصوصا بعد انتشار صورة لبوني وهي تحمل مسدسا وتشرب السيجار. وتنوعت أنشطتهم ما بين السطو على البنوك والمتاجر ومحطات الوقود، وأيضا ارتكبت جرائم قتل كان من بينها ضابط شرطة، ونتيجة فشل الشرطة في الوصول إليهما سرعان ما أصبحوا أكثر جرأة بإغارتهم على سجن إيستهام الذي كان كلايد أحد نزلائه، وقاموا بالمساهمة في هروب بعض سجنائه، وهو أمر أثار غضب السلطات الأمريكية التي رصدت مكافأة مالية كبيرة لمن يستطيع القبض عليهم
أحياء كانوا أم أموات. ولأن لكل شيء نهاية، فكانت نهاية بوني وكلايد حتمية. ففي مايو من العام 1934، وأثناء مرور سيارة كانت تقل العاشقين في أحد الشوارع بالقرب من لويزيانا، تم نصب كمين لهما من قبل 6 من ضباط الشرطة، وبمجرد اقترابهما أطلق عليهم النار بكثافة حتى لقوا مصرعهم. ويقول البعض أن بوني قبل مقتلها كانت تصرخ لوعة بعد رؤيتها مقتل كلايد الذي لقي مصرعه على الفور بعد تلقيه رصاصة مباشرة في رأسه قبل أن تلحق به. وصرح الطبيب الشرعي أن بوني أصيبت بالرصاص 26 مرة وأن كلايد أصيب 17 مرة. ومع ذلك فقد ادعى بعض الباحثين أنه تم إطلاق النار عليهم أكثر من 50 مرة لكل منهما، لدرجة أن متعهد دفن الموتى ذكر أنه واجه صعوبة في تجهيز الجثث لمراسم الدفن بسبب كثرة ثقوب الرصاص. وفي أعقاب ذلك واجهت الشرطة بعض الانتقادات لعدم توجيه تحذير لهم قبل فتح النار على الثنائي، لكن وفقا للضباط فقد عقدوا العزم على عدم منح بوني وكلايد أي فرصة للهروب أو حتى التفكير بمحاولة الرد بإطلاق النار عليهم، خاصة وأن بعد تفتيش السيارة عقب مقتلهم تم العثور على مسدسات وبنادق وذخيرة مكونة من 3000 رصاصة. ورغم وصية الاثنين بأن يدفنا سويا وأن يكونا بجوار بعضهما في الموت كما كانوا في الحياة، إلا أن عائلة بوني رفضت ذلك وقررت دفنها بعيدا عن كلايد في جنازة مهيبة حضرها أكثر من 20,000 شخص، وجاءتها الزهور من كل مكان، حتى أن رابطة بائعي الصحف في دالاس أرسلت أكبر إكليل من الزهور إليها كنوع من أنواع الشكر والثناء بعد أن باعت الصحف أكثر من 500,000 نسخة بعد ورود أنباء عن مقتلهم. أما جنازة كلايد فكانت هادئة ودفن مع شقيقه، وأصبحت السيارة التي قتلا فيها والمليئة بثقوب الرصاص وبقع الدم منطقة مصدر جذب سياحي شهيرة، حيث كانت تعرض في المعارض والمنتزهات وأسواق السلع المستعملة لما يقارب من 40 عاما قبل أن تستقر في نهاية المطاف في فندق بولاية نيفاديا. وأصبحت قصة العاشقين بوني وكلايد واحدة من أشهر قصص الحب في التاريخ الأمريكي، حتى وإن كانت أنشطتهم منخرطة في علم الجريمة. إن كنت قد وصلت إلى هنا ولم تشترك في القناة بعد، فماذا تنتظر؟ وأراكم في حكايات جديدة بإذن الله، والسلام عليكم.